قلبت صور الأشعة المقطعية حيث كان التشخيص واضحا، فالرئتان مغطتان بعدد لا يحصى من الأورام، والعمود الفقري مشوه إلى جانب انتشار السرطان على نطاق واسع. كنت جراح أعصاب مقيم على وشك إنهاء سنوات التدريب، وعلى مدار السنوات الست الماضية فحصت عشرات الصور المماثلة لعلي أتخذ إجراء قد يساعد المريض. لكن هذه الأشعة كانت مختلفة، فهي صورة الأشعة الخاصة بي، ومع ذلك يبدو أنني لا أستطيع مساعدتي. لم أكن أرتدي الحلة الطبية الخضراء أو المعطف الأبيض كعادتي، بل كنت أرتدي ثوب المريض. بينما اتصلت ذراعي بأنبوب المحلول الوريدي منتظرا من يبث لي الأمل كما كنت أفعل مع المرضى، يبدو أن فصلا من حياتي قد انتهى، أو ربما كتاب حياتي بكامله على وشك أن ينغلق. وبدلا من أن أكون يد العون التي تساعد المرضى على تغيير حياتهم، شعرت بأنني شاة تائهة متشتتة. فالمرض الخطير لا يغير الحياة فقط، بل أحيانا يدمرها. قضيت أفضل جزء من الأسبوع طريح الفراش، يتطور السرطان بداخلي وأصبحت واهنا بشكل ملحوظ، كما تغير جسدي كثيرا، وكذلك تغيرت الهوية القابعة داخل هذا الجسد. لم يعد ترك الفراش للذهاب إلى المرحاض عملية حركية آلية، بل أصبحت تتطلب جهدا وتخطيطا. لذلك وضع لي أطباء العلاج الطبيعي قائمة ببعض الأدوات التي من شأنها تسهيل انتقالي عندما أغادر المستشفى وأذهب للبيت. عندما خرجت من المستشفى سألت نفسي متعجبا، من 6 أيام فقط كنت أقضي ما يقرب من 36 ساعة متصلة في غرفة العمليات كطبيب، هل تمكن مني المرض إلى هذا الحد خلال أسبوع واحد فقط؟ انخرطت عائلتي في دوامة تحويل حياتي من حياة طبيب إلى حياة مريض، وبدأ أنه من الضروري أن نبحث عن بدائل مالية جديدة لحماية زوجتي بعد وفاتي. لكن والدي كان يرى أن هذه الأفكار تعد استسلاما للمرض وأنني سوف أهزمه، لكن لم يكن لدي رد كي أقوله لوالدي. أعرف بالفعل أن جميع مرضى السرطان يعانون، لكن هناك نوعا من السرطان يمكن هزيمته، وهناك نوع آخر تعجز عن التعايش معه، فقد كنت مصابا بالنوع الثاني. غمرتني السعادة حين علمت أنه تم استبعاد العلاج الكيميائي، وأصبحت حبوب تاريسيفا البيضاء علاجي، وسرعان ما بدأت أستعيد بعض قوتي. بعد وقت قصير من تناول الحبوب، حينها بدأت أشعر ببصيص من الأمل. قوة المرض تجعلك تشعر بالبهجة مجرد أن تستعيد شيئا من حياتك الروتينية العادية. عادت شهيتي للطعام، واكتسبت القليل من الوزن، لكن بدأت البثور المؤلمة تظهر على بشرتي وصارت تنزف باستمرار بفعل أدوية سيولة الدم، فها قد بدأ كل ما يجعلني وسيما يتلاشى ببطء. رغم كل هذا وحتى أكون منصفا، كنت سعيدا لأنني ما زلت على قيد الحياة بجانب عائلتي. كان الموعد قد حان للخضوع لأول أشعة مقطعية لقياس فاعلية عقار تارسيفا الذي أتناوله لمحاربة السرطان. تسارعت دقات قلبي بشدة، فأي نتيجة مخيبة للآمال سوف تعصف بحياتي. حدثت نفسي كي أطمئنها بأنه لو كان هناك نمو صغير في حجم الورم، فإنه ما دام صغيرا فهذا يعتبر نجاحا في حد ذاته. التقطت أنفاسي مستعدا لفحص الأشعة المقطعية الخاصة بي، فظهرت رئتاي اللتان تخللهما عدد لا نهائي من الأورام من قبل، نظيفتين عدا من عقدتين حجمهما سنتيمتر واحد. انتابني شعور غامر بالارتياح، فقد كانت هذه أكثر اللحظات سعادة خلال فترة مرض السابقة، سعادة مختلفة. في عطلة نهاية الأسبوع كان هناك اجتماع مع خريجي قسم الجراحة العصبية، وكنت أتوق لهذه الفرصة لإعادة الاتصال بهويتي القديمة كطبيب. وجدت نفسي محاطا بالنجاح والمستقبل الواعد والطموح، وبينما كانت أشعة الشمس بازغة في سماء مستقبلهم، كانت شمس حياتي توشك على الغروب. لم يسألني أحد عن خططي، وهو ما أراحني كثيرا أنه لم يكن لدي أي منها. أتذكر إحدى اللحظات التي كنت أن أستسلم فيها، حينما استيقظت متألما في مواجهة يوم آخر، وشعرت بأنني غير قادر على فعل أي شيء بعد الإفطار، فخطر ببالي أنه لا يمكنني الاستمرار، ولكن وجدت نفسي أنهض من الفراش وأخذ خطوة إلى الأمام وأنا أقول سأستمر سأستمر. في ذلك الصباح اتخذت قراري، وهو أنني سوف أرغم نفسي على العودة إلى غرفة العمليات كجراح، لأن هذا هو أنا. أعلم أنه سيكون علي أن أتعلم العيش بصورة مختلفة عن تلك التي ألفتها، وأنا أرى الألم وربما الموت زائرا في أي وقت،
لكنني قررت أن أعيش إلى أن أموت فعلا. وعلى مدار الأسابيع الستة التالية أجريت بعض التغييرات في برنامج العلاج الطبيعي، فصرت أركز على اكتساب القوة البدنية المطلوبة في غرفة العمليات. تحسنت قوتي إلى حد كبير، فاتصلت بمدير المستشفى لأخبره بأنني مستعد للعودة، فوجدته متحمسا لفكرة رجوعي للغاية، فطلب أن يرافقني زميل مقيم لدعمي طوال الوقت في حالة خروج الأمور عن المسار الصحيح. وبعد مرور شهر كنت أعمل بكامل طاقتي. عندما تم تشخيص حالتي كنت مستعدا للموت، حتى أنني انتابني شعور بالرضا حياله وتقبلته وتأهبت له. فوفقا للإحصائيات فإنه من الممكن أن أعيش لإثنى عشر شهر أو 120 شهر. يا ليته كان بإمكان الطبيب إخباري بأن أمامي 3 أشهر قبل رحيلي حتى أقضي هذا الوقت مع عائلتي. بعد مرور أشهر على عودتي للجراحة حان وقت آخر فحص للأشعة المقطعية قبل انهاء إقامتي، وقبل أن أصبح أب، وقبل أن يتحقق المستقبل الذي أطمع إليه. قررت مراجعة صور الأشعة الخاصة بي، فأدخلت اسمي وصرت أقلب الصور كأنها كتيب أطفال صغير، مقارنا الصور الجديدة بالقديمة، وقد بدا كل شيء كما هو، ولكن هناك شيئا جديدا. عدت إلى الوراء قليلا في الصور وتفقدتها ثانية، وها هو ذا ورم جديد كبير يملأ الفص الأيمن للأوسط لرئتي، وقد بدا غريبا كأنه قمر مكتمل يملأ الأفق. وبالعودة إلى الصور القديمة تمكنت بصعوبة من تتبع أثره الخافت، والآن ها هو شبح جديد قدم إلى الحياة مكتملة. لم أكن غاضبا أو مرتعبا مما رأيت، بل تعاملت مع الأمر ببساطة كأنه حقيقة من حقائق العالم. أدركت أن العقاقير التي سأتناولها هذه المرة ستكون أشرس، واحتمال مقاومتي للمرض بدأ أقل بكثير من ذي قبل. حل المساء وبدأت أتجهز لحالة الأخير. شعرت بهول اللحظة، ربما تكون آخر مرة لي أتجهز فيها لإجراء جراحة، العمل الذي بذلت الجهد والوقت لأجله. أردت أن يكون كل شيء مثاليا هذه المرة، فقمت بالجراحة بدقة بالغة. قررت خياطة الحالة بطريقة خاصة، حيث بدت خياطة الجلد مثالية وخالية من الشد، كأنه لم تكن هناك جراحة أساسا. بعدها بوقت قصير غادرت غرفة العمليات وبدأت أجمع أغراضي. تساقطت بعض الدموع مني لا إراديا، فها أنا أترك المهنة التي أحببتها للأبد كي أعود مريضا. ذهبت إلى مركز تلقي العلاج الكيميائي وتم توصيل ذراعي بالمحلول الوريدي وجلست على كرسي مريح، فسوف يستغرق ضخ مزيج العقاقير السائلة 5 ساعات. بعدها تدهورت حالتي حيث بدأت الكليتان تفشلان، وأصبح فمي جافا تماما بحيث لم أعد أستطيع الكلام أو البلع، كما أظهر فحص المختبر بلوغ معدل الصوديوم في دمي نسبة شبه قاتلة وتلف جزء من البلعوم، وبناء عليه تم نقلي إلى وحدة العناية المركزة. فقدت ما يزيد عن 18 كيلوغرام منذ تشخيص إصابتي بالسرطان، خف شعري كثيرا، وها أنا مستيقظ وواع بالعالم من حولي، لكنني ذابن لدرجة أنه بإمكاني أن أرى عظامي تحت الجلد. كان مجرد رفع رأسي يعتبر شيئا مجهدا جدا، كان الإمساك بكوب ماء يحتاج إلى كلتا اليدين، كما لم تكن فكرة القراءة واردة على الإطلاق. توفي هذا الشخص في مارس عام 2015 تارك الرسالة إلى ابنته ذات الأشهر 8 قائلا: عندما تصلين إلى إحدى لحظات الحياة التي يجب أن تعبري فيها عن نفسك وتقدمي سجلا عما كنت، أتمنى ألا تتجاهلي حقيقة أنك ملأت حياة رجل شارف على الموت ببهجة كبيرة. السلام عليكم، كيف الحال أيها الحبيب؟ أتمنى أن تكون بخير، وأعتذر عن مشاعرك بسبب هذه القصة. هذه القصة كانت من كتاب لكنود، أحببت أن أسجلها لك وأتمنى أن تكون استمتعت أثناء الاستماع لها. بالمناسبة هذا الكتاب يحتوي على الكثير من العبر والقصص الشيقة والمفيدة، والذي ستأخذك لعالم آخر بصوتي طبعا. أنصحك بالاستماع لها أثناء أو له أثناء فراغك. لا تحب استمع لهذا الكتاب عبر تطبيق ستوري تيل. عندما سجلنا سابقا كتاب فاتتني صلاة على تطبيق ستوري تيل، وجدت بعض الأحبة منكم يطلب تسجيل كتاب آخر، وأنا ومن أنا إذا لم أقوم بتلبية رغبتكم؟ لذلك اخترت هذا الكتاب وقمنا بتسجيله، وأنا متأكد تماما أنه سيعجبك بكل تفاصيله بقصصه بعبره، وستستمتع بالاستماع له بإذن الله.
كيف نستمع للكتاب؟ أولا حمل التطبيق من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو، بعد ذلك ابحث في خانة البحث داخل التطبيق على محمد غنايم، فستظهر لك كل الكتب التي قمنا بمشاركتها وتسجيلها هناك. اختر كتاب لك نود واستمع أيها الطيب واستمتع أيضا. بالمناسبة لا تعلمون كم أسعدني جدا عندما قرأت تعليقاتكم على الكتاب الصوتي السابق، يعني قرأت كل التعليقات الموجودة في خانة التعليقات وأعجبت بها واحدة تلو الأخرى، واستفدت جدا من تقييماتكم هناك وساعدتنا في تطوير أدائنا خلال الكتاب الصوتي الحالي. أتمنى أيضا أن أقرأ تعليقاتكم وتقييمكم على هذا الكتاب، وذلك في خانة التعليقات داخل تطبيق ستوري تيل. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به. محبكم في الله، ودمتم في أمان الله.